السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع الإخوان. كيف ما لاحظتوا، هادو هما الطيرات اللي كنا اشترينا الأسبوع الماضي من القرعة. الحمد لله الطيرات بربعة صغار وحتى الصحة ديالهم تبارك الله صحة جيدة، ما كيعانيو من حتى شي حاجة، مزونين ان شاء الله غادي نبداو دابا يدخلوا في البداله. دونك كنحاولوا ان شاء الله باش نديروا لهم واحد الكارطون، اغلبيه كنخدم انا بالكارطون لانني كان المهم كيخرج لي طويرات زوينين من البداله، كيبقاو صافين وربما حتى كتزيد كتسرع من هذيك المساله ديال البدالات، الطويرات دغيا كيخرجوا ان شاء الله. دونك راه كيف ما باقيين خدامين مع الطويرات، راه بالزوان والماء، وكنحاولوا نعطيو واحد البوديه ديال زريعه الكتان مع البيريلا، كنعطيها مره في الاسبوع. والحمد لله راه الطويرات راه غاديين مزيان دابا. الى لاحظتوا معايا هادو هما جوج طويرات اللي كنا قبيله قلنا راه في السن شويه كبار، دونك حدهم باقيين ما كيفاش الطوش، راه دونك نخليهم مع الطويرات ديال الحفاظ. هادو هما الطويرات الصغار، اما تبارك الله راه غاديين هو. كنتمنى التوفيق لجميع الاخوان، الله يسخر الجميع. المهم الاخوان، كنحاول ما امكن بحكم السبت والحد يعني ما كنكونش في العمل، راني كنحاول نخرج الطويرات يتشمشوا على الاقل واحد ربع ساعه نص ساعه، وكنقي لهم نبدل لهم الماء ديالهم. راه تقريبا كل يومين كنحاول نبدل الماء، والا اضطريت انني نبدلو يوميا غيكون احسن. وكن في مره في الاسبوع بحال اليوم تشمشوا، راه كناخذوا هاد فيتشر اخوان، هادي هي اللي كنخدم بها. دونك كندير تقريبا هذا هو المقدار اللي كنعطي للطير. دونك صافي بدلنا ليه الماء، عطيناه الماكله ديالو. دونك راه كنخدم بهاد الكريطينات، كنديرو في هاد الكريطينه ديالو صافي، والطير كيبقى يسمع. غير هو الاخوان بني كنبغيو نسدو على الطيور، نهار نديرو في كارطونه، نهار الثاني نقدر نهبط شويه، فهمتوا؟ ماشي نجيو نسد عليه، لانه راه مشكل يقدر مع الظلام ما يبانش ليه. دابا راه الحمد لله راه يعني راه صافي، راه ولفو مزيان، دونك راني كنسد عليه كنعطيه الظلمه. وهذه الخوت هي الطريقه اللي كنخدم بها. ودابا ان شاء الله الطويرات غيبقاو كاينين في شومبر خاصه، غيبقاو يسمعوا الكلام ان شاء الله حتى يبداو باشطو. وفي المرحله ديال التبجغيط غادي نبدا نسمع الطويرات اللي كينسمعهم غاديين على الشريط، راه هما اللي كنخليو، شي الاخر غادي نهبطوا للدار اخرى ديال ليلفاش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.